مرحبا ولا سهلا فيكم بحلقة جديدة من يا سايكان. الحب هو إشارة، الحب هو إحساس، الحب هو إيمان، والحب بحد ذاته هو فعل محبة. لا بيعرف لا يميز لا بين إشارة ولا بين لغة جسد، هو بحد ذاته إشارة ولغة جسد وتفاعل إنسان مع الآخر. خلينا سوا بالحلقة نتعرف على شريكين حبوا بعضهم، لناتهم صم، واحد منهم قائد منتخب لبنان للصم بكرة السلة يلي قاد منتخب لبنان للفوز بمركز 12 عالميا. خلينا سوا بالحلقة نتعرف عليهم، الحقوني. مارك، هاي سيجريت جوال. هاي. كابتن منتخب لبنان للصم بكرة السلة، هلا بعرفك شوي بالباسكت كثير، بدك تخبرني عنك وعن سيجريت، كيف التقيته، كيف حبيته، او كيف وصلته لهون؟ اول شيء وقت المدرسه إيراد كان يعرفها، كان خير، هو كان في فرق بينه 5 سنين، ما كان يحكي معه ولا شيء. بعدين هو بيت عشان ما ارتاح بحياته، تلاقى فيها شافها، حكي معها وسلم عليها عادي. دغري عرفتها؟ كان يعرفها انه سكرت من مدرسة إيراد، ما كان يفكر شيء ابعد من هيك، اعتبر انه بنت تلاقيها. بعدين وقت وصل مطرحي فشل ببطولة باسكت بول للصوم، هو كان كتير زعلان كتير. سكرت بعتت له مساج، كان سبيسيال وكان كتير حلو، وصلت لقلبه انه شي جديد، شي مساج حب. كيف هي قالت له حبها كتير، وقال له انه بدي اعزمك على عشاء، وطلعوا بهالمشوار. سيجريت، شو اللي خلاك تبعتي له مساج؟ بتعرف انه كان حلمه يلعب باسكت بول يوصل ماركت اعلى. ما هيك شجعت، بعثت له مساج قلت له يو كان دو ات. لشوف اذا انت تقدر تمشي مع سيجريت بدك تمشي بتمرينة ساكو. هلا ساكو بده يمرنك، ساكو بده يعمل لك تمرينه. إذا تنجح تخطب، ما بتنجح ما بتخطب، أوكي؟ ساكو تفضل. مدرب الوطني، مدرب منتخب لبنان للصم بكرة السلة. ويلكم ببيتك يا سوبر ساكو حبيب قلبي. هي مش سوبر ساكو، عادي سوبر ساكو ونص. ساكو بدنا نعمل له تمرينة تحدي هلا. كيف كانوا يشيلوا جرن الكبة؟ هلا بدك تعمل له تمرين لنشوف اذا بينجح فيه. ما بيقدر لابس تابوي صح؟ هلا نشوطه، ما بيأثر. خليه يشوط، اذا بحط 5 من 10 اوكي بنجوطه. الاولى 1 from 2 2 from 3 One more. بدنا بدنا بوسي على الهواء. شو تفضل. وين ما طلبت لها ايدها؟ وين محبس؟ بدك بشغل.
ست شهور. ثانك يو سو ماتش لك. ميرسي لك. يعطيك الف عافيه دائما. ابو الهمم بدي عيط لك لانه انت على طول بتعمل همة. بطل ساقه. Guys, I love you. Thank you so much. فأداً الحب مش بس شعور. الحب هو إحساس. الحب هو حقيقة حلوة من الله لكن الناس. الحب هو حقيقة حلوة من الله لكن الناس. هذه كانت حلقتنا اليوم معكم من Yes I Can. طلب إيضا بهذه الحلقة بالتحديد، وإن شاء الله منجوزهم بحلقة جديدة من Yes I Can. إلى اللقاء.